بالسلامة السلامة يا حبيب قلبي. آه يا حبيب قلبي بالسلامة السلامة يا حبيب قلبي. بالسلامة السلامة يا حبيب قلبي. آه يا حبيب قلبي بالسلامة السلامة يا حبيب قلبي. عايزة أقول لك هاني يا أوبا عمل فيها توزيع عظيم جدا. وعايزه اقول لك كمان بما انه بكلم على الشريط بالذات، انا عايزه اقول لك انه نجم بجد في الشريط امير محروس مهندس الصوت. والله هايل يعني. عايزه اقول لك ان هو بذل مجهود رائع. ودي تاخدك ودي تجيبك ودي تسيبها ودي تسيبك، ودي شدك ودي رفضك وده طبعك وده عيبك. تدخلي في كل حاجه الى حد مش يعني لحد فين؟ لا بحب ادمغه الناس معايا يعني. وخصوصا لما تبقى ادمغه انا بثق فيها يعني، فاهمه؟ يعني مثلا لما يجي لي هاني يعقوب مثلا كموزع او محمد مصطفى او يعني بحس ان هو بيسمعني، بحس ان هو عايز يروح فين، فاهمه؟ فبسيبه يشتغل براحته، مش بقعد يعني لا اقف هنا ما تعملش كده، اعمل دي لا شيل الاكورات دي لا احط لي مش عارف ايه لا اللوب ده مش عاجبني لا الايقاع ده مش عارف ايه لا، بسيبه الاول يشتغل بدماغه ويديني الرؤيه كامله ويديني كل حاجه ويجيبها لي على سي دي واقعد اسمع. لا شيل دي حط دي هنا مش عاجبني الصوت بنشيله، فاهمه؟ هنا بتبقى عباره عن ملاحظات يعني. بس لازم دماغه تقلق عشان انا ما اقدرش اعمل ده لوحدي يعني، لازم ادمغه الناس دي، ولازم مهم جدا انه انا بثق فيها يعني ادمغه دي حاسس ان هم رايحين فين يعني. وثقتي في حد وما كانش على قد المسؤولية؟ ببقى ثقة برضو محدودة. تبقى انت مدياله الجزء بتاعه. مش ثقة كده عمياء، لا ببقى في حاجة جوايا مش متزبطة يعني برضو. فدايما عندي ترمومتر جوايا يعني، ممكن اكون يعني مانيش خارقة ذكاء يعني، بس انا اعتقد ان احساسي ذكي جدا يعني. يعني سؤال خفيف مريم، يعني انا عارفه ان هو مش حاسلك النهارده معايا، انا ما بفضلش الاسئله. في ممكن اوقات تبقي لابسه لون بيضيف لك ثقه في نفسك، بتحسي ان انت باللون ده بالشكل ده باللون ده انت واثقه قوي من نفسك؟ ممكن حتى بقصه شعر، ممكن باي حاجه لبس جديد ببقى زي العيله كده فرحانه بيه وبيديني ثقه، ولازم اطلع مثلا في حفله لازم احس لبسه جديد يعني جديد يعني. طب ايه اللون اللي تحبي انك انت تبقي لابساه بجد بجد بيفرق معاكي في معنوياتك وثقتك في نفسك؟ ان ما فيش لون معين خالص، ماليش لون اقول لك انا بحب الابيض او بحب الزهري او بحب لا ماليش في اللون. او الاسود او لا لا خالص، انا كل الالوان ما عنديش لون ما بحبوش، ان كل لون ممكن تخليه حلو. المهم يعني انت حاسه بيه ازاي؟ انت حاسه بيه ازاي وانت ممكن توظفيه ازاي؟ ايه رايك في الساحه الغنائيه دلوقتي؟ شايفه اللي بيحصل فيها بمنتهى الامانه؟ انا السؤال ده عايزه اقول لك تهريج السؤال ده لسه عايزه اقول لك الموضوع ده صعب شويه. عايزه اقول لك بقى كلمتين، احنا مش هننقد حد لكن عايزه اعرف وجهه نظرك. على فكره ده مش ظاهره، دي ظاهره من زمان بس احنا كترنا بس. ايوه وتعداد السكان كتر. انا بحاول احل الموضوع بشكل منطقي بحيث ان انا ما ابقاش انا برضه يعني انا بحاول افهم بمنطقها شويه يعني، لانه ده لازم يحصل. بص لما طلعت الفضائيات بره لما طلعت كنا طبعا احنا بقى عندنا مثلا ايه ويتني هيوستن وعندنا مرايا كاري وعندنا الناس دول بيغنوا بجد واللي بتقعدي تسمعيهم وعندهم طبعا الحاجات القديمه دي. لما طلعت مش عارف ايه طلعوا شويه ناس غريبه جدا، واللي عامل مش عارف عامل ازاي واللي لابس ازاي واللي بيطلع على المسرح يكسر السبيكرز ومش عارف ايه، حاجات هبله كتير حصلت يعني. فده اللي حصل هنا دلوقتي، في ناس كتير قوي يعني في قنوات عايزه تتعبى يعني، هيعبوها ازاي في الاخر يعني؟ ما ينفعش في وسطنا وفي حياتنا الفنيه وفي حياتنا از مجتمع يعني كمجتمعنا احنا بظروفنا بتقاليدنا بديننا بكل الحاجات دي، كان اي دين مش ضروري يعني، ده هو ما ينفعش يعني. ما ينفعش انه يبقى في حاجات للدرجه دي. عمرو مصطفى في شريطك ده مقدم موسيقى برضو مختلفة عن عمرو، مفاتيحهم انا بحس ان انت بتعرفي مفاتيحهم او
بيبقى ليهم طريقه معينه انت بتتعاملي فيها؟ ما اعرفش هم. لا بص، عمرو فنان حلو يعني، فنان بيسمع كتير قوي يعني. هو عارف هو يعني ايه اللي ممكن يعجبني وايه اللي ممكن يبقى مع صوتي حلو. فبيسمعني طبعا، بسمع منه حاجات كتير قوي، فبختار منه اللي انا شايفاه احلى يعني. ساعات بيبقى فيه مثلا شايف هو حاجه حلوه انا مش شايفه، انا مش ما بقعد نسمع كتير. طب بتدي له مثلا حاجه، او مثلا ممكن تقولي له مثلا في الاغنيه دي انا عارف لاي حد مش بس عمرو، ممكن يزود لي حاجه جدا جدا. ساعات مثلا بيبقى مثلا دخول الاغنيه حلو، السينيو المرجع بتاعها مش حلو، فاقول له لا السينيو ده مش حلو، او المرجع ده مش حلو، نغير المرجع. ساعات العكس، ساعات بيبقى حاسه ان الغنوه محتاجه حاجه تانية، احنا عايزين نروح يعني نبعدها شويه عشان ما تبقاش الغنوه بتدور في حته واحده. وتسيبيه بقى بعد كده ويجي بقى يقول لي طب ايه رايك في ده؟ لا ده لا. طب لغايه ما بنوصل لشكله، ممكن مثلا يجي لي انا في يعني في دماغي حاجه او في مخيلتي حاجه، يعني ممكن ادي له مفتاح اقول له طب لو قلناها من الحته دي ممكن يبقى يعني شغل جماعي، بنشتغل شغل مع بعض يعني. تغيب عليا وانا ويا يا غرامي، كل ثانيه عايشه باحلامي، كل ثانيه يا حبيبي هفكر فيك، يوم ما تيجي وتشوفك عيني، يوم ما تيجي تبقى لي نسيني، كل ليله ضاعت وانا بحلم. بحس وانت بتتكلمي او وانت مثلا بتقولي الاغنيه، بحس ان هي دلعها مختلف عن الدلع الاغنيه اللي قبل كده. الدلع ده برضو طبيعه في الصوت. طبعا مفيش، بصي انا مش منفصل عن صوتي، صوتي هو انا، هو روحي وطريقه ادائي يعني. مش ممكن واحد يكون بيغني بطريقه وهو روحه طريقة تانية، أو روحه يعني كل حاجة ليها بصمتي في الحياة هي بتنعكس على صوتي يعني. فزي ما تقولي أنا بتدلع، أنا في الحياة بتدلع يعني، فاهمة يعني؟ بحب الحياة اللذيذة يعني، أنا بحب أدلع الناس والناس تدلعني، أصحابي مش عارفة وبحس إن أنا بيبي في الآخر يعني. أنا مش المفروض أقول كده في بس أنا بجد يعني، دي يعني شخصيتك يعني. بالظبط كده يعني، ده أنتي يعني، أنتي كده دي شخصيتك يعني. بص على مدى خبرة الحياة وخبرتي في الحياة وتجربتي، بحس إن أنا على كل اللي بيحصل يعني، يعني بحيث الحياة لسه ما لوستنيش يعني، فاهمة؟ مع كل اللي حصل ده بحيث ان انا ما عنديش حاجة تضايقني من حد، متصالحة مع نفسي ومع الناس يعني. انت بتقفلي لو اللي قدام ما بيبقاش حد عارف يوصل لسانيه، لو حد ما فهمش يعني الحدود فين يعني. انت يعني كل حاجة ليها في خطوط حمراء مش لازم اي حد يتجاوزها يعني. كل حلمي لقيته معاك بيك، الحياة يا حبيبي حياة، واللي قبلك مش فاكراه، واللي بعدك مش عايزاه. عايز أعيش عمري بيك، وانسى خوفي وانسى ضعفي بين ايديك.